اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من حصه البلاد اليوم اذا قضيه الوزير السابق وزير السياحه السابق الياس مسعود بن عقون الذي لم يعمر على راس وزاره السياحه سوى لمده 48 ساعه لا تزال مسلسل هذه القضيه متواصلا خصوصا بعد الخرجه الاعلاميه للحركه الشعبيه الجزائريه وهو الحزب الذي ينتمي اليه الوزير بن عقون وايضا هو شخصيا في حوارات نشرتها الصحافه الوطنيه اليوم الانبياء حزب الجبهه الشعبيه الحركه الشعبيه الجزائريه دافع عن وزيره الذي تم تنحيته وقال بان جميع المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام الوطنيه هي معلومات عاريه من الصحه تماما وقالت بانها تحترم قرار رئيس الجمهوريه الذي مارس صلاحيته بكل سياديه الا انها لم تفهم لحد الان ما هو السبب الموضوعي لاعفائه من من منصبه كما تحدث ايضا السيد بن عقون في تصريحات اليوم قال فيها بانه ضحيه ما وصفها بالمؤامره التي تستهدف الحركه الشعبيه الجزائريه وتم تنفيذها في هذا الحزب عبر استهدافه هو شخصيا طبعا في حلقة اليوم نحاول الحديث عن مستجدات القضية خصوصا ردود حزب الأنبياء وأيضا ردود السيد بن عقون وأيضا هذا الجدل الإعلامي الذي لا يزال يشهده لا يزال يثيره هذا الموضوع خصوصا في داخل الوطن وحتى في خارج أسعده في باستقبال في حلقة اليوم الأستاذ سعيد إرزي المختص في التسويق السياسي أهلا بك سيد إرزي ورمضان مبارك شكرا على الاستضافه ورمضان كريم وعلى كل الجزائريين والامه الاسلاميه اهلا اذا سيد ارزي قضيه او مسلسل الوزير السابق مسعود بن عقون لا تزال مستمرة، شاهدنا حلقة ربما بدأت يوم الأحد الماضي بعد الظهر، بدأت وسائل الإعلام، بدأت وسائل التواصل الاجتماعي تضج بخبر تم تنحية هذا الوزير بعد حوالي 48 ساعة أو أقل من تعيينه في منصبه أو استلامه هذا المنصب، كيف تقرأ هذه المستجدات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في طبيعة الحال قضية الوزير السابق الذي عين وانهي مهامه في خلال 48 ساعه طبقا للماده 93 التي تخول لرئيس الجمهورية ان يعين وينهي مهام اي وزير اخذت بعد يعني كبير جدا وصنعت ضجه كبيره جدا انا يعني كشاب جزائري مسعود بن عكون شاب جزائري ربما تعتبر صدمه من جهه ولكن من جهه اخرى يعني صدمه فيما فيما يعني ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من تعاليق سواء من النخبه ولا من عامه الناس وكل واحد يحكي يعني حكايته كمتتبع كاعلامي ومختص في التسويق السياسي تبعنا هذه يعني بن جيت, جيت الى اخره الجزائريه تبعنا تفاصيلها نعم تبعناها انا يعني شفني هذا هذ الشاب أنا كشاب يعني أنه يعين ثم يتنحى من المهام تاعه في ظرف قصير جدا يعني تولي منصب وزير نعم. ثم إيه. يعني. من هذا الحلم آه لا يعني حلمه لأنه هذه مسؤولية لأنه آه ما يخفش علينا نولوا إلى الخلفية التاريخية بالأمس القريب في العشرية السوداء وين الجزائر كانت تحتاج إلى أبنائها كاين شباب لبوا النداء من خلال بناء اعاده بناء مؤسسه الدوله بعد يعني توقيف المسار الانتخابي وصول المجلس الاعلى للدوله انشاء المجلس الاستشاري الوطني ثم وصول ليمين زروال كرئيس دوله لم ينتخب بعد حتى 95 وانشاء المجلس الوطني الانتقالي فيه شباب يعني دخلوا المعترك السياسي عن قناعه ماشي يعني انتهازيه ولا ولعل يعني حنا رانا نقولوا بن عكون 37 سنه ولكن كاين اصغر وزير في 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 في, في الدوله الفتيه الجزائريه يعطى احمر وحبيب شوقي 29 سنه وصديق يعني نحيوا يعني النضال نتاعو في 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 عز الازمه في الجزائر في حكومه بلعيد عبد السلام وفي حتى بلعيد عبد السلام ثاني دمعه شباب القضيه اليوم نعم. ربما لافت اكبر يعني تطور لافت هو ان حزب الحركه الشعبيه الجزائريه اصدر بيان بيان فيه دفاع قوي عن مرشحه لتولي منصب وزير السياحه او وزير السياحه السابق ما دام انه تم التعيين وتم تسليم المهام قال فيه انه جميع ما نشرته وسائل الاعلام الوطنيه هو محض افتراءات ومحض هجوم على شخص هذا الوزير وقالت انها تحتفظ بالحق القانوني في المتابعه وقالت بالمقابل أنها تحترم قرار السيد رئيس الجمهورية الذي مارس صلاحياته التي أعطاه إياها الدستور التي خوله إياها الدستور كمتتبع يعني الحركة الشعبية الجزائرية صدرت بيان يعني بعد 24 ساعه من 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 مهام الوزير السابق كانت يعني تشوف يعني ردود الافعال لانه اخذت ضجه كبيره ولعل المتاثر الكبير بهذه القضيه هي عائله بن عقون يعني بين عشية وضحاها يصبح في مواقع التواصل الاجتماعي عبر قنوات تلفزيونية دولية الجزيرة والبي بي سي إلى آخره الفرنس 24 وتحدث على هذا الشاب أنه زور الشهادات نتاعو أنه عنده سوابق العدلية نتاعو صحيفة سوابق العدلية نتاعو فيها أمور يعني مشكوك فيها أنه راه مدان ببي 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 بالسجن مدان بمخالفات قانونية وقضائية إلى يعني كل هذا هذه تحملتها يعني عائله بالدرجه الاولى بالدرجه الثانيه اكيد أن الحزب الذي ينتمي اليه أه الحركه الامبيه حزب عمر بن يونس أه تاثر من خلال هذا الشيء لكن انا أه في رايي انه قبل ما نحملوا المسؤوليه لهذا الشاب هذا الشاب عنده طموح كباقي الشباب احنا الشباب عندنا طموح في 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 الدخل سياسي. لكن... الحكاية ربما سيد ارزي كيف بدات ربما الحركه الشعبيه الجزائريه طلب منها ان تحدد قائمه من مرشحين لتولي مناصب معينه حددت هي هذه القائمه وتم قبول السيد بن عقون هي, هي يعني هل هو الحظ هذا اللي جابه والحظ هذا اللي نحاه يعني يعني بحكم انه أولمبيا هي من احزاب الموالاه يعني التي تساند رئيس الجمهوريه وبرنامج رئيس الجمهوريه ومن من بين التشكيلات السياسيه التي دعاها الوزير السابق الاول عبد الملك سلال للاستشاره <applause> ويعني دائما يطلبوا منهم ثلاث اسماء الى خمس اسماء ورئيس الجمهوريه تدرس الـ يعني الاقتراحات انا اظن انه يعني يتحمل مسؤوليه عمر بن يوسف هذا لانه عنده خيارات من بين الوجوه التي انتخبت وراه نايب في الشعب الوطني في قائمه الحركه الشعبيه الجزائريه، نزيه برمضان يعتبر يعني من نخبة من الشباب، دكتور طبيب يعني ربما هي, هي حسابات داخليه ربما هي حسابات داخليه في داخل الانبياء نفسها لا اكيد انه في 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 حتى كل يرشح أحزاب. من يرشح ولا يرشح اخرين حتى يعني. نحلل يعني الاحزاب يعني الديمقراطيه داخل الاحزاب، يعني فيه مصالح لانه رئيس الحزب يعين يعين يعني من يراه يعني قريب الى اليه ليشوفوا مؤهل باش يمثل الحزب هذا وما يعني ما يوسخش صوره الحزب الى اخره هذا من باب يعني ما يجب ان يكون لانه حتى موش رئيس الحزب كاين مثلا احزاب اخرى ما دخلتش الانتخابات احزاب ما دخلتش الحكومه نعم. الاحزاب الاسلاميه عندها المجالس الوطنيه تاع المجلس الشوريه هي اللي حتى اللحظه لا يزال الان متمسك ان السيد بن عقون الذي رشحه لتولي منصب وزير في حكومه عبد المجيد تبون هو شخصيه نزيهة شخصية ما عندهاش يعني سوابق عدلية شخصية عندها شهاداتها الحقيقية وليست شهادات مزورة هو قالت الحركة أنها لم تفهم سبب يعني تنحيته من منصبه لكنها تحترم قرار الرئيس يعني حتى الآن هي لا تزال تتمسك به كشخص تقول هو مرشح صالح وجيد لتولي هذا المنصب أنا أرى أن الموازين يعني العلاقة ما بين الحركة الشعبية الآن وبين رئيس الجمهورية وبين محيط الرئيس الآخري آه اخذت بعد اخر يعني انا نتوقع انه راح تكون تازمت تازمت وراح تروح الانفصال يعني تنفصل هذه العلاقه لانه آه تزمت وتعنت وتمسك الانبياء بالوزير السابق آه يعني بالدفاع عن شرف الوزير السابق حنا نقولوا المتهم باري حتى تثبت ادانته يعني كان من المفروض اولا تقول لقد لا, لا لا المفروض انه الحركه الشعبيه قبل ما تصدر البيان تاعها أن تجيب معها الأدلة وكان حاضر فيها يعني هي قالت هي قالت من جهة أخرى سوف ننشر سوف ننشر لا يعني سوف ننشر لا يعني السجلات ما تخليش ما لازمش تخلي سوف ننشر وكان من المفترض أنه كمتتبع أنا أن سوف أنه سوف بن سوف سجل سوابق العدلية للوزير بن عقون وسوف أنشر أيضا شهاداته الجامعية وحتى السيد بن عقون يعني لم نراه ربما في حوارات تلفزيونية ولم يعلن يعني شهادته ولا حتى سجله سوابق العدلية تاعو في قنوات تلفزيونية باش نشوفوه يعني بالصورة يعني عرضها لصحفيين الذين أجروا معه الحوار والصحفيين قالوا أنه ما فيش كلام يعني كلامه هذا السوابق لا يتناقضان هو قال سوابق العدلية نظيفة شهاداتي صحيحة وهو ما شاهدوه يعني برأي العين لا يعني ما شاهدوه لكن لكن الصحافة لم لم تظهر يعني في مواقع التواصل الاجتماعي كاين مثلا المحكمة الإدارية ولا ولا قبل ما يدخل المحكمة الإدارية كمترشح متصدر لقائمه ولايه نعباتنا الى اخره الوالي رفض الاعتبارات انه الى اخره وهو جلنا كما صرح هو في من خلال احد احدى الجرائد والصحف الجزائريه انه جاء خلص يعني البروسي تاعو الى اخره ولا ودخل في المحكمه الاداريه وقانونيا عاود ادرج كمتصدر القائمه هذه مفروغ منها العقوبات من التي صدرت نعم. ضده ليست عقوبات سالبه الحرية ليست عقوبات لا ليست أو وكذلك حتى الحكم ليس نهائي يعني ليس نهائي هذا يعني من الجانب الايجابي لقضية بن لكن أن انك تجيك فسحة انك تعبر في جريدة ولا في موقع اخبار الى اخره ما تقولش سوف نقدم لكم الادلة لاحقا الادلة نديرها درك درك نخرجها لانه الان في شهر رمضان الناس راهي قاعده ما يستخدم جات في وقت وين الناس راهي نعم الناس تتابع تتابع عن كثب هذه القضيه لابد انه انا كشاب هو كشاب وانت كشاب يعني تقيس انت تقيس يعني شخصيه الرجل وتقيسه في قضيه يعني مصيريه انه هذا مدان ومسبوق قضائيا الى اخره هذه تعتبر يعني اهانه له واهانه للعائله تاعو ما تخليش وقت سوف 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 حتى جهه اخرى يعني باش نبينوا الناس كطالب جامعي سابقا يعني حتى الان يعني كت... السيد نعم. آه سعيد ارزي ما نعم. فاتش يعني وقت بزاف ممكن يطل علينا السيد بن عقون في برنامج تلفزيوني معين او في ندوه صحفيه معينه ويدلي بهذه المعلومات ويدلي بهذه ربما الوزائف. ان شاء الله ما فاتش الوقت بزاف انتمن... يعني حتى الحاسب انه انتمن... ما زال الحال إحنا نتمناه ولكن مثلا في فيما يخص التصريح آه نتاعو يقول لك أنا مثلا كيدافع على نفسه يقول لك أنا يقولوا باللي عاطل عن العمل وأنا بطال إلى آخره ولكن أنا كنت نشتغل واش نشتغل رئيس الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين يعني نقابة طلابية وهي النقابة الطلابية أنك تست تناضل فيها ربنا عليها يقول حب يقول أنه أن جانب التسيير وجانب يعني أن ننظم نشاطات معينة لا لا نظم وكذا أنا أنا عندي تجربة النضال الطلابي والمنظمات الطلابية فيها بعض الترتيب وبعض التنظيم تنظيم ليسمح الانسان خبره سي انا لا لا اتكلم عن عن فراغ انا كنت طالب في في معهد الاعلام والاتصال من 92 الى 96 هذا العبد الضعيف كنت مؤسس مع بعض الاصدقاء الطلبه بعض الزملاء لاول شعبه للاتحاد العام للطلاب الحر ها شعبة الاتحاد العام المطلق في معهد الاعلام نعرفوا شويه النضال وكنا في الحركه الكشفيه الأفواج افواج الى اخره ودخلنا في 95 الى مشي على الشباب في الجمعيه العامه الى يعني اخره نعرفوا شنو النضال ونعرفوا شنو وزمه يعني ما واحد يخلط بين ما هو بينوفول يعني انت تطوعي وما هو عمل الى اخره يعني هذه النقطه ماشي يعني انتموا لانه موش عيب انه سي عقول عاطل عن العمل ولا ماهوش عيب لانه 75% من الشباب الجزائري معطلين عاطلين على العمل راهم يعانون من البطاله هذه ظاهره يعني وطن ما فيه حتى عيب لكن ان واحد يدافع على نفسه بتبريرات يعني غير غير ربما هذا يعيدنا سيد يعني سيدي هذا نعم. هو لما يعني عرضوه يعني لتولي منصب في حكومه عبد المجيد تبون حطوا يعني لي سيفي حطوا السير الذاتيه تاعهم يعني حتى من قابله ايضا يتحمل مسؤوليه آه أيوة. هنا انا 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 قلت في البدايه الحصه الاخ علي انه انا شفني هذا الشاب اللي اللي هو يعني آه يعني شاب كيما انا كيما انت الى اخره. انا يتحمل مسؤوليه رئيس الحزب الحركه الشعبيه اللي اللي قدم ربما شخص ما يعني كي تفاوض مع من تفاوض؟ اسك تفاوض مع سلال ولا تفاوض مع تبون ولا مع جهه اخرى كيف يعني كيمد هذه الاسماء من بين الخمس الاسماء يمد سي مسعود بن عقون وحتى الظاهره هذيك اللي صارت المشكله اللي صارت في بيتنا الى اخره ما قراولهاش يعني حساب اخر قادرين يوظفوها ووظفوها في هذه الطريقه حتى الحكومه كي نهات المهام يعني تبون طلب انه ينهى المهام ورئيس الجمهوريه يعني طبقت انهاء المهام الى اخره فعلت لا لا الماده 93 الى اخره رئيس الجمهوريه يعني ما فيش انهي أه المهام فقط أه نقطة، يعني حيرت حتى بن وحيرت حتى الحزب تاعه. هو الرئيس مارس صلاحياته. لا مارس صلاحياته. الرئيس. وليس من حقه أن يبرر. لكن رئيس الوزراء كما قلت انت يعني يكون فيها أنسيفي سي في، حنا كنقولوا حكومة كفاءات. حكومة أه نعم حتى, حتى يعني شوفوا يعني حتى الصلاحيات نعم. الدستورية التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية ينهي مهام ويعين وليس من واجبه أن يبرر. اكيد لا يبرر لكن حنا ما نقولوش علاش ما تبرروش ولا وعلاش الى اخره انا انا كمتتبع دائما نشوفوا طريقه يعني انهاء المهام تاعو آه كيف يخرج في قناه من القنوات يكون عندها ليكسكلوزيفيتي الحصريه انه انهاء المهام و... وما وما عيطولوش. يعني كيعيط له مدير الديوان مدير الديوان لرئيس الحكومه هو, لا على يعني... حسب يعني... الحوار تاعو اليوم في موقع تياسا قال انه عيطوا على 10 تاع الصباح نعم. عيطوا نعم. عيطلو... صديق احد الاصدقاء نعم. نعم. عيطوا عيطلو... لا لا عيطوا صديق وثم بعد ذلك تم الاتصال به هذه في روايه في روايه اخرى ايضا قال عيطوا للصباح والخبر هم. انتشر مساء يعني ما فهمتش انا المهم احنا 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 يعني انا كنت ننتظر انه جئت انا في بلاصه مثلا قناه من القنوات عندها الحصريه وجابت هذه لي بوندو الاخبار سوتي تري بالانهاء المهام وعنده سوابق عدليه مستعمل كذا كذا لا يعني انا نروح ندافع على نفسي اذا انا عندي صحيفه سوابق العدلية يعني فارغه ما فيها حتى جنحه ما فيها حتى مخالفه يعني راني على حق ندافع على نفسي هو قال لك اتهموني قال لك اتهموني أه. وما يعيطونش باش يسمعوا روايتي باش يسمعوا رايي هو اتهموه هو يستعمل لابد ان يستعمل سي بن يستعمل الطرق القانونيه للدفاع على نفسه والدفاع على, على شرفه قال سوف قضائيه الجميع الذين شوهوا سمعتي حسبه سوف ارفع ضدهم قبل, قبل ما يرفع الدعوه القضاء. يجيب الدليل انا البيان اللي درته الانبياء مثلا دليل ناقص يعني مثلا يقول لك إحنا ليس مرتشي وليس كذا وليس كذا وفي من جهه اخرى يقول لك إحنا لا نتدخل في التحقيقات انا واش نعرف ثقافتي السياسيه والنضاليه انه اي حزب سياسي عنده ما يسمى بلجنه الترشيحات انت كي تروح ترشح عندك لجنه ترشح وخير, ورشح وخير. على مزاجك يعني, يعني. عنده من حقهم الاحزاب السياسيه انهم يطلعوا على صحيفه السوابق العدليه لاي مترشح قال حتى واحد يكون مدان في السجن ولا وسمو قال هذو يدرسوا القضيه تاعو بطريقه يعني بكل ديمقراطيه وبكل شفافيه علاش الدرجه نعم ربما لكن هل صحيح او ربما من المقبول ان نصف السيد بن عقون بالفاسد وبانه انخرط في فساد؟ والله هذا انا انا يعني انا في الصفحه تاعي مثلا في الفيسبوك مثلا كتبت كتابات يعني كلها يعني لماذا استعمال لغه يعني تحكم على واحد مباشره باللي كذا حتى انه يكون فاسد علاش تكتب انه فاسد؟ ماشي هذه طريقه انا واش غاضني يعني انه الصحافه لانه يعني الصحافه دوك ما نهضروش لغه الشارع لغه الشارع حاجه اخرى في الفيسبوك اغلب الناس راهم يستعملوا هذه الصفحه يديروا واحد التعابير يعني غير غير مؤسسه ولكن الصحفي راك محترف تكتب مقال الخبر ما هو الخبر الخبر هو ماذا ومتى واين وكيف يعني بالدلائل بالقرائن الى اخره ولكن انت تكتب انت تقول واحد هذا فاسد جيب الدليل باللي فاسد يعني فيه روايات عديده جدا ان السيد راهو يسكن في, الحي الجامعي ولا كذا علاش عيب واحد يسكن في الحي الجامعي عيب واحد مثلا راهو العائله تاعو راهي خارج ولايه العاصمه وراه ينشط سياسيا ولا يناضل الى اخره ما فيه حتى لكن طريقه يعني تغطيه هذه المشكله مشكلة مسعود بن عقون يعني كانت بطريقة غير احترافية يعني وخاصة أنا بين قوسين انا نقول لهذ الصحفيين بعض الصحفيين اللي يكتبوا من اجل الكتابه هذه يعني لكن هل هذا ربما يتفق مع كلام سيد بن عقون شخصيا أيضا ما ورد في بيان الأنبياء انه في مؤامره تستهدف الحزب والله الاخ علي المؤامره انا قبل ما ندخلوا المؤامره لانه كل احزاب فيه تنافس احنا في الحمله الانتخابيه شفنا عمارة بن يونس مثلا في الحملة الانتخابية كان يهدر هو عنده الخط السياسي تاعو انه يهدر على الاسلاميين الاصوليين الوصوليين يعني الارهاب سنوات كذا وكذا كذا وكذا, وكذا وكذلك دخل لاول مرة دخل في في خطاب مناوئ وما نقولش معادي ولكن معارض مع الأفلام يعني انا كقراءة انه راهو دخل في صراع مع الافلان باللي الافلان حبوا يحطمونا وكذا 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 وربما فيها قراءات اخرى انه تقول ببعض الـ بعض الـ من مصادر يعني تقول انه هو ربما كان حابين يديروا وزاره اخرى وكان كان حزب اخر من موالاه حبي يدي وزاره السياحه لانه كان فيها من قبل كان فيها من قبل حزب تاج انه لانه عنده كوادر ثم الى اخره وحتى ثاني في البيان تاعو يقول باللي كاين اغلب الاطارات وسموا استقالوا الى اخره فان 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 يعني, فان يعني استقال ولكن فان استقاله سيد بن عقوق قالهم انا نعم. يعني توليت المنصب يعني في مقر وزاره السياحه حوالي ساعتين من 8 نعم. صباحا حتى العاشرة نعم. صباحا انهيت مهامي يعني نعم. لم التقي باحد من الاطارات لم نشوف اي حركه احتجاجيه او استقالات والله شوف اذا ندور الاخ علي يعني كنقاش كما هذا يعني 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 سواء الصحافه أو القنوات الآخرين قضيه بن عجون. ماذا نستنتج من هذا كدرس من هذه القضيه؟ انه لابد ان نقدم الكفاءات هذا مش معناتها باللي هذا موش يعني باش ما, يقولوهاش واحد اخر يعني مم. في الكلام نتاعي انه بنعقول موش كفاءه ولا كذا ولا كذا انت كي تدخل في معركه لازم تكون مسلح يعني يتقدم علاش قلت لك عمار بن يوسف يتحمل المسؤوليه لانه كان على راس خمس وزارات سواء في الأول في الالفيه الاولى يعني بعد كان وزير الصحه ووزير الاشغال العموميه ثم وزير الصناعه ووزير البيئه ووزير الصناعه ثم وزير التجاره يعني يعتبر هذا ابن شهيد و... وكان نائب عنده ثقافه الدوله <applause> يعني هو تعامل مع رئيس الجمهوريه كوزير في مجلس الوزراء الى اخره يعني لازم يقدم اسماء ثقيله بحجم حجم هذا بي مثلا اللي يقول باللي رانا قوة رابعة ولا قوة وسمو لأنه عنده خيارات، عنده نزيه برمضان، عنده جمال جمال معافى، ولو انه استقل، عنده حاكم بطاش، عنده بربارة مثلا، عنده ثاني أنه للأسف كمتتبع سياسيا للأحزاب إلى الحركة الشعبية يعني بعد 2014 يعني يعني ماشي انحرفت ولا اسمه ضيعت الوزن تاعها الكبير لانه راحوا اطارات كبيره جدا نعم. مثلا مراد بلوشراني مثلا محمد المورو يعني اسماء ثقيله حتى حتى عثماني اتى بالاضافه القيمه المضافه في 2012 لانه عنده 500 منتخب لانه هو خرج من من الافانا ودخل في تحالف استراتيجي مع الاولمبيا. نعم يعني هذا سيد، كله يخلي من هذا الحزب يعني خسر خسر الموقع تاعه. في يعني لما نشوفوا في عموم هذا المشهد نعم. في عموم هذه القضيه او ان صح التعبير مسلسل مسعود بن عقون الوزير السابق وزير 48 ساعه مثل ما اصبح يوسف الشباب اليوم هل هم اكبر المتضررين؟ تسليم المشعل للشباب إتاحة الفرص للشباب تصعيد الشباب نحو مناصب عالية هم الضحية اليوم الحزب العتيد الذي ينادي بالتشبيب يعني أبدهم بالخادم إلى سعيداني إلى ولد عباس كلهم ينادون بالتشبيب بالتشبيب لكن لم يظهر هذا على الواقع صرخة الشباب الجزائري اليوم أنهم يريدون أن يمارسوا يريدون أن يتعلموا يريدون أن يدخلوا المجالس البلدية المجالس الولائية أه واحد يقرأ في الجامعة يتعب يدير ماستر دكتورة الى اخره ومن بعد يصطدم بمنصب موش في المقام تاعو يعني احنا قلت يعني في في التسعينيات يعني العشرية يعني سواء كاين اطارات يعني شباب دخلوا في المعترك السياسي في 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 وقت زروال الى اخره دخلوا في المعترك السياسي وناضلوا لانهم كانوا ابناء الحركه الجمعويه، الحركه الطلابيه الى اخره، حتى مثلا لونيا مثلا بالعيد عزيز بالعيد من كان نائب كان كان رئيس الامين العام للاتحاد الوطني للطلاب الجزائري، ثم ليونجيا، ثم ترقى نائب ثم ولا حتى ترشح لرئاسيات، هذا يعتبر مكسب من مكاسب للشباب الجزائري. تطور علاش, منكملوش علاش منكملوش على هذه الوتيره؟ اذا احنا انا نشوف باللي هل... عزل هناك من يرى انه حتى في ترشيح السيد بن عقون هو حرق للمراحل طلع يعني مباشرتين. من جهة كثير من, من الدرجات ما طلعهمش أنا... هذا السيد بن عقون انا قريت احد الاعمده اليوم على على هذه القضيه مثلا مثلا السياحه احنا نقولوا السياحه يعني السياحه يعتبر قطاع استراتيجي وبعد ما يعني الوزارات ذات السياده المعروفه الداخليه، الدفاع، التربيه، العدل الى اخره، تجي الفلاحه والصناعه، ثم تجي السياحه. في عز الازمه التي نعيشوها باللي المحروقات خلاص انا ما عادش نعتمدوا على المحروقات، لازم نروح نشوفوا قطاعات اخرى. إحنا لازم نجيبوا كفاءه لهذه الوزاره، الوزاره هذه باش ما نقولش يعني لا يفهم كلامي، غلط، ها غلط. لازم نجيبوا كفاءه باش باش تسهر. بانتصار على هذا القطاع باش تنوض هذا القطاع باش اولا نخلقوا مناصب شغل نخلقوا ثروه عندنا شريط ساحلي 1200 متر عندنا الجزائر راهي لا هي كيلومتر وعندنا الجزائر لا هي برك راهي أربعة أربعة يعني ايه كما نقولوا قطاع استراتيجي يعني الجز? قطاع استراتيجي يعني لازم نجيبوا الرجل المناسب في المكان المناسب حنا الاشكاليه هل عندنا شباب مؤهلين لهذه المناصب حنا عندنا ولكن نعطيو لهم الفرص اعطيهم فرص ختام... اذا تغلقوا عليهم الباب ختاما نعم. سيد ارزي نعم. ما مآلات هذه القضيه؟ وين راهي رايحه هذا والله الأول. ما حصلت هذه القضيه أول. قالك البعض انه لما الانبياء ولما السي بن عقون نفسه نفى وقال انه عندي دلائل وبراهين سوف تبقى مسلسل نعيشه خلال هذا كان لما دور في حلقه مفرغه لا يمكن في... لا يوجد في السياسه سوف ومن بعد نوري لكم لا وريلي الدليل وثاني باش نخرجوا من هذا النفق شكون اللي يخلص هذا الفاتوره الان هما يخلصوها الشباب الشباب الان لم يعد يثق لم يعد يثق لابد من استرجاع الثقه بين يعني الحاكم والمحكوم استرجاع الثقه بين صناع القرار وبين الشباب جيل الغد لان الجزائر هذه ها هذو اللي راهم صناع القرار ماهوش رايحين يخلدوا يعني في الحكم لا. لازم تجي 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 يقول الاخر يجي الاخر يجي افتحوا الابواب للشباب هذا واش نقول اشكرك أستاذ شكر شكرا. سيد سعيد ارزي المختص في التسويق السياسي على المشاركه في هذه الحلقه شكرا. تورك مره اخرى رمضان شكرا. مبارك شكرا, شكرا. مشاهدينا الكرام الى هنا نصل الى ختام حلقه اليوم من البلاد اليوم رمضان مبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته